السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم. فهنا كما كتشوفوا معايا فيديو عامر باللباس بالنسبه للسيدات المحجبات وغير المحجبات. فهنا كما كتشوفوا معايا هذا اللبس هذه جات غزاله. شوفوا معايا الفصاله كيفاش دايره والثوب كذلك كيفاش داير. شوفوا معايا ما شاء الله جاي انيقه وغزاله، وكذلك واحد اللون كيداير ما شاء الله غزال. شوفوا معايا هنا كيبقى نفس الموديل فقط الاختلاف في اللون، وهنا كذلك الاختلاف فقط في اللون. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهذا اللبسه كيفاش ملبوسه وكذلك كيفاش مخدومه. ومشوا هذا الموديل هذا حتى هو اللي كيجي انيق وكيجي مريح في اللبسه ديالو. شوفوا معايا الخديمه كذلك كيفاش مخدوم، فهو غزال وانيق. شوفوا معايا ومشوا هذا الموديل هذا اللي كتشوفوه معايا اللي جا حتى هو انيق وغزال ما شاء الله. شوفوا معايا الخديمه كيفاش مخدوم. فاللي شافت اول مره هذه القناه هذه وعجبتها فكنتمنى تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات هكا باش يوصلك كل جديد. هنا فقط كيبقى عندنا نفس الموديل فقط الاختلاف اللون، وهنا موديل اخر كما كتشوفوا معايا كيجي غزال وانيق ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا معايا الخديمه ديال هذا الموديل هذا كيجي غزال وانيق، كاين واحد النسخ ديال الالوان اللي هو جميل. وشوفوا هاد القطعه هذه كيجات غزاله وانيقه وصيفيه وفيها اللوينات غزالين ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا معايا هذا الفيديو هنا راه كيقربكم لهاد اللبسه. هاد الكسيوه كي جات خديمه ديالها سامبل. نمشيو هذا الموديل هذا شانا كما كتشوفوا معايا. شوفوا الخديمه كيفاش مخدوم هذا الموديل، شوفوا لتحت كيفاش مخدوم غزال ما شاء الله وجاي كلوش من التحت. شوفوا معايا واحد الاناقه اللي هي ما شاء الله وزانه. فكنتمنى على فيديو يعجبكم، فيلا عجبكم على فيديو ما تخليش عليه بالضغط على زر الاعجاب.